ورجعنا لكم من الفاصل يا جماعه. الطبق بتاعنا بتاع اللحوم المحفوظه الكوبيبه بتاعتها هي بتطلع بالشكل ده. نتمنى ان احنا نكون بنساعدكم يعني في الاطباق اللي احنا بننزلها جديده، التستات الجديده. هنبدا دلوقتي في الطبق الثاني، طبق رئيسي يعتبر برضو من صدور الديك الرومي. برضو مساله سهله ما فيهاش فكره، هنعمل كده ونحط اللي هي التتبيله بتاعتنا. يعني هنعمل كده، نحط بيضتين، ادي طبق واحده والثانيه. مساله سهله كده، وملح وفلفل، ملح كده، ولع على النار بتاعتنا عشان الزيت يسخن، والفلفل بتاعي شويه، الشيدر بتاعتنا اللي هي البطل بتاع الحلقه او بتاع الاكله دي، بقدونس وشويه كزبره شبت، وهنعمل كمان معاهم شويه دقيق بسيطه. بصوا حتى ايه بطرف السكينه كده اهو، وهنضربهم كلهم مع بعض. خلاص كده بقت الخلطه بتاعتي اللي انا عاملها. بصوا شايفين، حط الحاجه من عليك. يلا هنعمل كده ونلف الحاجات دي كده. البيض طبعا هو مصدر السيوله، هو اللي هيلزق المكونات كلها بصدر الديك الرومي. سهله، عمليه سهله خالص ما فيهاش فكره اهي. حطينا الملح والفلفل، كزبره، بقدونس، الجبنه الشيدر اللي هي المفروض ان هي تدي الطعم التستي، اللي المفروض التست الجديد يعني، وشويه دقيق عشان انا مش هعديها بقى لا في دقيق ولا في بيض ولا بتاع. انا حطيت بيض وشويه دقيق كده عشان يبقى المخلوط متجانس ومتناسق شويه، ولما انزل فيه الصدور تمسك على طول. انا هعمل كده وهبدا ان انا انزل صدور الفراخ بتاعتي، بس لقيت ان محتاجه انها تنضف. هعمل كده، اوسع بقى لنفسي، انزل ده هنا كده، وهجيب بس صدر الديك الرومي ده واشيل ايه الزيادات دي عشان مش عايزها كده، وهنزل على طول. لو في اي ابيض بشيله، برضو نفس المسألة كده. هنا في حتة بيضة كده، الزيت طبعا بتاع التحمير في الحالة دي ما بيبقاش كتير، ما بيبقاش غزير قوي، بيبقى بسيط. هعمل كده وانزل، اعجنها كده مع بعض عشان اللحمه مع الجبنه تمسك مع السائل بتاعي. ادور اشوف لو في اي حاجه استخلصها. ادي الحاجه بتاعتي، اظبط حالي. دي كبيره قوي دي، هو عملها ازاي دي؟ انا نفسي مش عارف عملها ازاي صراحة. وادي دي برضو، الزيت بتاعي سخن، انا شامه حتى الحرارة بتاعته. هعمل كده انا وهنزل دي، خلاص انا مش محتاجها تاني. اطلع بقى هنا كده واقلب كويس. انا حاطط كل الحاجات بتاعت المكونات بتاعتي، و باخد كده وبنزل عشان
احمر ال احنا طبعا يا جماعه حطينا كده لان احنا عملنا الخلطه فيها البيض وفيها الدقيق وفيها كل حاجه، وفي حاجات بتبقى محتاجه ان احنا نحط لها اللي هي انواع الكفت والكفتات كلها والكبيبه والحاجات دي، لكن دي عشان اللحم اصلا يعني منبسط او يعني مفرود فما بيبقاش محتاج كتير. ايه اعمل كده واروح منزل دي برضو بتطلع. طبعا مش هتقول لا لو صدور فراخ عادي، مش يعني الطبق يمشي يحتمل ده وده يعني ايه، بس احنا ايه عشان عملنا اطباق كتير من الفراخ فيعني بنحاول نشكل. مرة تانية هنعمل مثلا احنا كده عايزين ان احنا هو طبعا الزيت ليه كمان يا جماعة، ليه الزيت بقى قليل؟ عشان بتاع خفيف طويل يعني مش ما هياش السمكة رفيعة، فطبعا سهل. انا اسهل كده كده اهو هيطلع شكله جميل كمان، شكله هتبقى حلو. نشوف كده حتة انا هعمل كده وهحط واحدة كمان هنا، هي بس مشكلتها انها بتلزق كتير. هم الناس يعني مش متأخرين علينا في النظافة العامة. احنا هنعمل كده لسه هو في بدأ حتت منه تاخد اللون، انا عايزه بس اللي ياخد اللون الذهبي وبيبقى طبعا لحم ابيض يعني بيستوي بسهوله يعني فاهمه فاهمني يعني ان ايه الحاجه لما بتبقى خفيفه وسريعه قصدي رفيعه يعني اللحمه ما بتاخدش وقت في السوى، وخصوصا لو لحم ابيض. اللحم الابيض احنا عارفين ان هو سواه اعلى، انا اسرع وهعلي قوي كده عشان نخلص، عشان عايز اطلع كمان بقيه الحاجات دي. انا هعمل كده و اوبا المخرج خاف، مش عارف خاف عليا ولا خاف على دول يقول لي البوله كده احنا هنخلصنا. طبعا دي مش هنعملها، اعمل كده ونروح مقربين دول كده اشوف بس الاول عشان انا عايزه يبقى السوا بتاعه يبقى مظبوط. نعمل كده وهطلع على منديل الحاجة بتاعتي برضو عشان تشرب كويس. نعمل كده وهنعمل كده ونحطه جنبنا بوكيه. بس هنا هنعمل كده في واحدة اهي استوت، انا عليت النار هعلي كمان، واضح ان هي محتاجة كده. وانزل برضو واحدة تانية بسم الله، نعمل كده. احنا فاضل لنا حاجة بسيطة وكله يطلع، بس عايزين نحضر للطبق، عايزين نحضر للطبق بتاعنا. نعمل ايه؟ نجيب شوية جرجير من ده كده يكون نضيف طبعا، و بس انزل منه الميه بتاعته كده بالراحه واقطع دول مش عايزهم كده.
نيجي بقى هنا نشوف ايه اللي تم برضو. خلاص خدت اللون حاجة ممتازة بصراحة، طلعت حاجة زي ما انا عايز بالظبط. وهنحط اخر حتة عشان نخلص الطبق بتاعنا، نعمل كده ونوسع لها و نعمل كده نعمل كده. انا اشف بس بعدين اغسل ايديا كويس. ابدأ انا دلوقتي اطلع بقى نحط الجرجير كده. وناخد شريحتين من رفيعين كده شوية. نعمل كده. هنعمل كده احنا. اهو. وادي هنحط على طول عشان الوقت يا جماعة. كده. وده يا جماعة شكل الطبق. نتمنى ان احنا نكون بنعمل حاجات تفيدكم. وكل سنة وانتم طيبين. دي وصفاتنا يا جماعة بتاعت النهاردة، وشهر مبارك عليكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله نشوفكم في حلقات تانية بأطباق جديدة برضو لشهر رمضان. شكرا ليكم ومع السلامة.